السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نحييكم في تاسع أيام هذا المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه. برنامجنا الصباحي لهذا اليوم لسن الثنايا البكار لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ هو عبارة عن 8 أشواط. الشوط الأول الرئيسي للثنايا البكار يستعد لانطلاقه. هناك جائزة عينية قيمة، سيارة تويوتا ستيشن جي إكس آر بانتظار الفائزة بالمركز الأول في صباح هذا اليوم. نتمنى التوفيق والناموس للمشاركين، كما نتمنى طيب المتابعة للمشاهدين والحاضرين معنا هنا على أرضية ميدان الشحانية، أرضية ميدان التحدي. الشوط الأول يستعد لانطلاقه بمشاركة 15 اسما حاضرا متواجدا في صباح هذا اليوم. عرقة لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني. وهكذا مشاهدينا الأعزاء ينطلق هذا الشوط الأول الرئيسي. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح، فهب لنا من أمرنا يا ربنا رشدا. تنطلق هذه السباقات وهذا المهرجان بالتوجيهات السامية والأوامر الكريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبإشراف اللجنة المنظمة لسباقات الهجن برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني وأخوانه في اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. انطلق هذا الشوط بمشاركة عرقة لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني، ضمرها عبد الرحمن الكبيسي. سحايب والغارية واهتمام من هجن الشحانية بقيادة وتضمير وإدارة محمد بن خالد العطية. سرابه لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن أحمد آل ثاني، ضمر جابر بن عبيد بن سعيد بن رشدان. في وجدوى وهقوة وعسيلة من هجن الشحانية بمتابعة وتضمير سالم بن فاران. الدانة والحذرة أيضا تشارك من هجن الشحانية بقيادة جابر بن سالم بن فاران. والشامخة وغزة من هجن الشحانية أيضا بمتابعة الذهبي سالم بن فاران. هذه الأسماء الحاضرة وهذه الأسماء المتواجدة، 15 اسما في أول أشواطنا. نتمنى التوفيق للجميع، ونتجه لنتعرف على مقدمة الشوط. سرابة على المركز الأول لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن أحمد آل ثاني، ضمر جابر بن عبيد بن رشدان على مقدمة الشوط وفي المركز الأول، بينما المركز الثاني تتقدم سحايب من هجن الشحانية. يتابع سحايب في هذا الشوط المضمر محمد بن خالد العطية. ننتقل إلى المركز الثالث، جدوى تتقدم بكل جدوى وبكل ما أوتيت من قوة. على المركز الثالث تتسلل جدوى من هجن الشحانية المضمر سالم بن فاران. دور المركز الرابع، التقدم من قبل الغارية من هجن الشحانية، ضمر الغارية محمد بن خالد العطية. بينما المركز الخامس، الليلة في تمام الساعة 1 ستكون أشواط الذهب، أشواط الرموز، معركة الثنايا. المركز الخامس، التقدم من قبل عسيلة من هجن الشحانية، يضمر عسيلة، ضمر سالم بن فاران. كيلو وين انقضت من مسافة 8 كيلو؟ 8 كيلومترات هي المسافة المقررة لسن الثنايا، يسمونها المذيعين المسافة الماراثونية، نسبيا طويلة، بينما على السبوق قصيرة وعلى مضمرها وصاحب التكتيك والتخطيط. عموما
المقدمة ما زالت مع سرابح تتقدم تقدم ممتاز أمام شعار هجن الشحانية، تتقدم أمام كل هذه المشاركات 13 شعار لهجن الشحانية. تقود هذا الشوط هنا سرابة لسعادة الشيخ عبد الله بن أحمد بن أحمد آل ثاني، ضمر جابر بن عبيد بن رشدان مع المركز الأول. المركز الثاني جدوى تتقدم، جدوى تتقدم من أجل الشحانية، ضمر سالم بن فاران. عطنا إنجازاتها يا كمبيوتر، اشتغل يا كمبيوتر الشحانية، تحرك يا الكمبيوتر، عطنا إنجازات الهجن المعروفة. المركز الثالث هنا سحايب من هجن الشحانية، يضمر سحايب محمد بن خالد العطية. هذه على المركز الثالث. الله يا أبو خالد، قدم سحابة، قدم سحابة، انتزعت الشلفة في مهرجان في ختامي الشحانية، وحلت وصيفة على السيوف في مناسبتين. عموما المركز الرابع عسيلة من أجل الشحانية، ضمر سالم بن فاران. على المركز الرابع ننتقل إلى المركز الخامس. الوصول والتقدم، وصلت هنا الدانة من أجل الشحانية أبو سعيد، ضمرها الشبل جابر بن سالم بن فاران. أول نداء للدانة على ما يبدو في هذا الشوط. هناك أسماء لم يحل موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة، مثلا غزة من أجل الشحانية مع سالم بن فاران، وكذلك الغارية من أجل الشحانية مع محمد بن خالد العطية، وغيرها من الأسماء تقترب من دائرة النداء والإذاعة. أيضا في أيضا من أجل الشحانية عند أبو جابر عند سالم بن فاران. هذه أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم نتيجتنا للمراكز المتقدمة الأولى في صباح هذا اليوم. نرحب بالمشاهدين الكرام عبر قنوات التلفزة، عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث وتداعيات هذا المهرجان وكل السباقات المقامة هنا على أرضية ميدان الشحانية. أيضا الترحيب بمشاهدين قناة الدوري والكاس وبمتابعين موقع الأبرقة لسباقات الهجن. نرحب بكل المتابعين والمهتمين في الوطن العربي الكبير وفي العالم وأينما يصلكم هذا البث والأثير. نرحب بالمشاهدين والحاضرين. عموما اقتربنا من نهاية المهرجان، اقتربنا من نهاية هذا المهرجان ومن سيف المهرجان ومن سيوف المهرجان. الختام سيكون يوم الأربعاء القادم بإذن الله، سيختتم هذا المهرجان بسيوف حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يحفظه الله ويرعاه، بالسيفين الذهبي والفضي. نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع، وأن نرى مهرجان يليق بهذا الاسم الغالي على قلوبنا جميعا، اسم حضرة صاحب السمو الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه. عموما هناك جائزة عينية تويوتا ستيشن جي اكس ار، جي اكس ار يا مضمرين، من سيختطف السيارة في هذا الشوط الأول؟ إضافة إلى التكريم بمادة الزعفران والوشاح وغيرها من التهاني والنواميس. عموما نتيجة الصباح ربما تلقي بظلالها على أشواط الذهب في مساء هذا اليوم، ربما تلقي بظلالها على أشواط الذهب. التقدم، التقدم من جدوى في هذه الأثناء، تتقدم إلى المركز الأول من هجن الشحانية. اشتغل الكمبيوتر يقول نقطة في رصيدها في المحل السابع. أشكرك يا كمبيوتر الشحانية، أشكرك على هذه المعلومات الوافية والكافية. جدوى مع المركز الأول، صاحبة فائزة بالمركز الأول، حاصلة على المركز الأول في السباق المحلي السابع اليوم في الشوط الأول في الصباح نشوفها. أيضا عسيلة على المركز الثاني، صاحبة الشوط الأول الرئيسي في المحل السابع. الثنتين اللي على المركزين الأول والثاني ماخذات الأوائل في المحلي السابع، حاصلات على المراكز الأولى، بينما عسيلة هي بطلة الشوط الرئيسي. ربما أبو جابر اللي اليوم ناوي بها الشوط الرئيسي،
ناوي بها هذا شوط مجاور، محضرها في هذا الشوط الذهبي احد الشباب البارزين بل المميزين. المركز الثالث، الله، وصل المشاغب، بدا بالمشاغبه راعي سحايب من لجنه الشحانيه المضمر محمد بن خالد العطيه. المركز الثالث، انطلقت الحذره ايضا من لجنه الشحانيه برفقه جابر بن سالم بن فاران. المركز الخامس، تغيرت الاسماء، هقوه انطلقت من لجنه الشحانيه مع المضمر سالم بن فاران. وين موقعنا يا ابو سعيد؟ نقترب من لوحه الكيلو وين؟ نقترب من لوحه الكيلو وين؟ عن خط النهايه. ارى ما ترونه يا مضمرين، اشوف اللي تشوفونه. هنا تتقدم الانطلاق من قبل الحذر 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 مع المركز الاول. بدانا نقترب من الناموس يا مضمرين. انطلقت الحذره، تحركت الحذره، قادرت بسياره التويوتا الستيشن الجي اكس ار. الجي اكس ار اول يا اشواطنا الصباحيه هو الاهم، ناموس الشوط الاول هو الاهم والرئيسي. عموما اشواط الذهب الليله تابعونا الليله في تمام الساعه الواحده من مساء ومن ظهيره هذا اليوم. اشواط الذهب، اشواط الرموز ربما تلقي بظلالها نتيجة الصباح على أشواط الذهب يا الشبل. سحايب تحركت، سحايب سحبت الشوط معها بهذا التقدم. عسيلة يا أبو خالد قادمة، عسيلة قادمة، قادم المضمر الذهبي. هذا هو ديدن، هذا الشعار مع هذا المضمر، تقدم في الظروف الصعبة. المركز الثالث، جدوى يا جدوى يا جدوى، جدوى بدأت بالانطلاق، بدأت بالتحرك، بدأت بالسرعة. جدوى على المركز الثالث، خطفت المركز الثاني، بينما المقدمة ما زالت مع الحذرة من أجل الشحانية مع الشبل. جدوى تتقدم مع المركز الثاني من أجل الشحانية، جدوى مع سالم بن فاران. سحايب مع المركز الثالث، الله، غزة يا غزة يا غزة يا غزة، غزت غزة، غزت غزة المركز الرابع وعينها على المراكز الأولى. أيضا انطلقت في، انطلقت في، انطلقت في مع المركز الثالث. غزة وفي وجدوى، هجن الشحانية بقيادة الذهبي تحكم السيطرة والقبضة على الثلاثة المراكز الأولى، على المثلث الذهبي، على المثلث الذهبي. الله يا الذهبي، الله يا الذهبي، أشكرك يا الذهبي، ما شاء الله، تبارك الله، والأمور تبشر بالخير يا الذهبي، تبشر برموز الثنايا اليوم، تبشر برموز الثنايا الليلة، تبشرك هذه الندر وهذه الأصايل. الله يا الذهبي، من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن ضمر وسار على الدرب وصل. الذهبي المراكز الأربعة الأولى، ذهبية شحانية بقيادة الذهبي سالم بن فران يحكم، وأيضا السيطرة على الأربعة المراكز الأولى أو ربما الخماسية الصباحية اليوم. هجن الشحانية بقيادة المضمر الذهبي أبو جابر، أشكرك يا أبو جابر، لله درك يا الذهبي، يحكم السيطرة على المراكز الأولى ويحيط بها إحاطة السواري بالمعصم. تهانينا والناموس هجن الشحانية، وسلام يا الذهبي سلام، أشكرك يا أبو جابر سالم بن فران على هذه المواصيل التي وصلت إليها. جدوى وغزة وأيضا في في هذا الشوط، تهانينا والناموس. وايضا وصلت على المركز الرابع هقوه من اجل الشحانيه. المركز الخامس تصل فيه الدانه من اجل الشحانيه مع جابر بن سالم بن فاران. اذا تهانينا والناموس على الفوز هجن الشحانيه، واخص بالتهاني المضمر الذهبي سالم بن فاران من خطفت الاربعه المراكز الاولى. مشكور ابو جابر، مشكور، نهنيك على هذا المستوى الممتاز الذي وصلت اليه هجن الشحانيه بقيادتكم. تهانينا وناموس يا ابو جابر على هذا الفوز المستحق. جدوى هي من خطفت الشوط الاول الرئيسي في فترتنا الصباحيه. ابو جابر مستعد لاشواط الذهب، مستعد من خلال ما قدم في صباح هذا اليوم. قطعت المسافه جدوى، توقيت مميز ايضا يا الذهبي، تبشرك بالخير. 12 دقيقه 12 ثانيه جزء واحد من الثانيه. تهانينا والناموس لهجن الشحانيه وللمضمر سالم بن فاران المركز الثاني. وصلت غزه
قطعت المسافة في 12 دقيقة 13 ثانية. بالوفاء والتمام تهانينا وناموس لجن الشحانية، والتهاني لسالم بن فاران. المركز الثالث، المركز الثالث في قطعت المسافة في 12 دقيقة 15 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لجن الشحانية والتهاني موصولة لسالم بن فاران. أيها الأعزاء استعد